طيب موسم 60 61 حضرتك لما طلعت على الجيل ما شاء الله كان النادي الاهلي بحقق بطوله الدوري في الموسم ده، كابتن صالح سليم احرز 9 اهداف، كابتن طه اسماعيل احرز 7 اهداف، برضو من ضمن النجوم كابتن عزيز تبروس احرز 3 اهداف، والشربيني ميمي الشربيني احرز 3 اهداف في الموسم ده. كان بطوله الدوري وقتها. تفتكر اغلى بطوله دوري بالنسبه للكابتن عزيز تبروس كانت ايه؟ هي 61 62 هي أكيد. البطوله دي لان برضك لا التاريخ يقول ايه؟ يقول ان فتره الستينيات ايوه ما كانتش سنه ما كانتش فتره كويسه للنادي الاهلي. النص الاولاني بتاعها يعني من التسعينات من الخمسينات لغايه نصها تقريبا كان الاهلي كان افضل فترات الاهلي، ولكن بقى كان السن كبر ودي مهمه جدا، ده السبب ان حصل نوع من الهروب. السن كبر وما كانش فيه لسه تبديل وانضم بعض الناشئين، فكانت لسه الفرقه عاوزه شغل شويه. هو ده السبب. ده السبب. وانتهت ب 67 طبعا. فربنا اكرم النادي الاهلي بالجيل السبعينات اللي لا يعوض. طب قبل ما نتكلم عن جيل السبعينات اللي حضرتك كنت مدير كوره عليه ومن اهم فترات كابتن عزت ابو الروس، لما جت النكسه في 67 كتير منكم اعتزل في الفتره دي. كابتن طارق سليم، الكابتن صالح سليم، الفناجيلي، كل الفرقه كلها يا دوبك الشربيني اظن الوحيد اللي فضل شويه. وهنا وده اللي سموه بقى الالفا. ايوه سموه الالفا وما طولش وبعدين اعتزل وكمل الفرقه بقى. يعني كان النكسه هي سبب اعتزال الجيل ده بالظبط.